السلام عليكم. دلوقتي هشوف ازاي نتعامل مع اليو بيم، وده موقع مفيد لو انت حابب تشتغل في موضوع الفاسيلتي مانجمنت. طيب قبل ما نبدأ الشغل عليه لازم اجهز الملف بتاعي عشان ارفعه على الموقع. طيب اول حاجة هنعملها ان انا هدخل هنا على الادوات اللي هي بيم انتربوليتي، بلاقي القايمة ديت. طيب اول حاجة هعملها اقول له سيت اب بروجكت عشان يجهز الملف بتاعي ان هو يبقى فيه ملفات الكوبي او في البارامتر بتاعت الكوبي. طيب هنا بقى بتختار انت هتشتغل باليونت يونايتد ستيتس ولا يونايتد كينجدم اليو كي. اليو بيم واغلب البرامج بتشتغل بالاي دي اللي هي جي يو اي دي. تمام، هنا الفكرة كلها إن أنا عايز كل عنصر يبقى ليه رقم ما يتكررش، ما يبقاش فيه عنصرين بنفس الرقم. فريفت إليمنت أي دي ساعات بتتكرر وبتضطر إن أنت تعالجها، وفي اللي هو الجي يو أي دي جلوبال يونيك أي دي، وفي ماب بارامتر. طيب اليونت هتقول له ديفولت ديفولت ديفولت، أو لو أنت حابب إن أنت تقول له إن ده تشغل بالميتر. طيب بعد كده هتيجي هنا على انت هتشتغل بالروم ولا بالسبيس. في ناس بتقول لك هنشتغل كله بالروم، في ناس بتقول لك كله بالسبيس، في واحد الناس بقى بتقول لك ايه لا خلي كله بالروم ما عدا لو انت تشتغل ام اي بي، خلي الام اي بي هو السبيس لان السبيس بيديني معلومات حلوه لميكانيكا والكهرباء. هنا التايب فبتبدا بقى تكتب الاسم هيبقى عامل ازاي، ممكن تضيف اكتر من فيلد لو انت حابب، تقول له ريفت كاتيجوري وفاميلي والتايب مارك. الكاتيجوري بتبدأ تحدد الفيرست بريورتي بتاعتها، سكند بريورتي، ثيرد بريورتي، وهكذا. الديسكريبشن تاخدها من فاميلي تايب. الكومبوننت ممكن تاخدها الفيلد بتاعتها الثلاث تسمية ريفت كاتيجوري، وبعد كده تاخد الشرطة ديت، وبعد كده المارك، وكذلك السيستم. الاتريبيوت ممكن تعمل سيلكت اول وتبدأ تستثني الحاجات اللي انت مش عايزها، لان لما بتاخد كل حاجه بتلاقي الحاجه هنا جت معاك كده، فلازم تختار ايه الحاجات اللي انت فعلا محتاجها. الكوردينيتس كل حاجه من دول هتتحسب ازاي، يعني الفلورس من الكوشن بوينت ولا باوندنج بوكس وهكذا. الاسكادوريت طيب احنا عايزين كلهم فاول سيلكت اول. البرومتر مابينج احنا ما اخترناهوش بس ممكن تبدا بشوف تعمل ازاي. ممكن تيجي هنا created by هياخد copy dot created by، يعني كل خاصية من دول هيبدأ تحطها في انهي براند. هقول سيف اند كلوزد، يعني هياخد دقيقة كده يظبط الملفات. current setup بيسطبها. الأداة دي مجانية. طيب بعد كده هتقول له contacts وتبدأ تقول له add contact، وتبدأ بقى تقول له الإيميل بتاعك. تمام، والست اب تبدأ بقى تختار اللي انت عايزه، الكمباني تكتب اسم الشركة، الفون، الكاتيجوري تبدأ تختار الكاتيجوري، وهنا المعلومات الإضافية تقدر تكتبها او ما تكتبهاش مش مشكلة، بس اللي فوق دول اساسيين تقدر تختار بقى الصين الكمباني الفون ده تليفوني 00974778403006 سيف اند كلوزد. هو معترض على ايه؟ هو مطار بس هنا دوت you have one or more for that error in your database fix. ممكن يكون عشان انا كاتب الايميل مرتين. طيب نلغي واحدة فيهم. طيب بعد ما تعمل اعدادات ممكن تعمل اكسبورت للمعلومات ديت كملف XML او تعملها امبورت زي ما انت عايز. طيب بعد كده تدخل بقى على الزونز،
الزونسي عبارة عن مجموعة من السبيس ليها خصائص مشتركة، يعني ممكن تكون مثلا كلهم مثلا متركبين على شيرر واحد مثلا أو على جهاز واحد. هو بدأ بجهاز ال 3D اهوت، ممكن بقى تختار بعض السبيس وتحطهم في زون او تشيلهم من زون او تعمل زون جديدة زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. فبيبدأ يعمل لي بريفيو هنا الزونز بالشكل دوت، ممكن نضيف زون، وهنا بقى بيبدأ يقول لي هنا شوروم اونلي، تمام، وهنا هيبدأ يقول لي choose space only، وهنا عايز اشوف الاثنين. وهنا بيرتبهم حسب الاسم، هنا بيرتبهم حسب الليفلات، هنا انا عايز اشوف الحاجات اللي ملهاش show and assign room and space only، الحاجات اللي هي مش موجودة في اي زون، فبيبدأ جوه بالشكل ده. طب نحطهم في زون، نبدأ نقول زون 1 وأقول هنا الكاتيجوري بتاعتها، تبدأ تختار الزون اللي أنت عايز تحطها فيها، الديسكريبشن بتاعتها created by مين، تمام، التاريخ بتاعها وأقول له سيف. طيب هنا description، الزون اهيت، فنقدر نختار مثلا سبيس ونبدأ نعمل لها دراج دروب ونحطها في قلب الزون ديت. تقدر تعلم على أكتر من واحدة وتسحب وتحطهم هنا. بحس بقى الزون دي هينضم ليها السبيس رقم 1 و103 بالشكل ده. طيب سيف اند كلوز، تبدأ تظبط الزونات عشان تطلع لك القيم اللي انت عايزها. طيب وبعد كده سيلكت، طبعا الحاجات دي تعتبر كده اوتوماتيك، انما الاول قبل موضوع البيم ده كان بياخد شهور عشان نعمل حاجه زي كده. تبدا تختار الحاجات اللي انت عايزها، ممكن مثلا الفاسيلتي مانجمنت مش عايز الاير تيرمينال، مش تفرق معاك، تمام، ممكن تختار هنا وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تدخل معاك وايه الحاجات اللي مش عايز تدخل معاك، وهكذا تبدا تختار ايه الحاجات. يعني هو انا مختار بعض الانواع الكيرتن ومش مختار مثلا الحوائط، فتبدأ تختار سيلكت اللي العناصر اللي انت عايزها تدخل معاك. نبدأ نعمل ابديت، هل انت عايز تعمل ابديت لكل العناصر ولا العناصر اللي حصل اللي كانت فاضية قبل كده؟ يعني لو عنصر كان فيه قيمة واتغيرت القيمة، فهل انت عايز يجي معاك ولا لأ؟ لو قلت له لا ده انا عايز تعمل ابديت لكله، خلاص اعمل ابديت لكله، او لو حاجه كانت زيرو وانا اديتها قيمه هي بس اللي تتعدل، فتبدا تشوف وتقول له ابلاي اند كلوز، فبيبدا يعمل ابديت. بعد ما بيخلص بنوصل بقى لاخر خطوه، بقول له اعمل لي بقى السبريد شيت، اعمل لي جدول اكسل اللي احنا شغالين.
طيب قبل ما نصدر، لاحظ لما احنا قلنا له ابدأ المشروع ان كل عنصر موجود هنا اتضاف ليه كوبي اهوت، created by فلان، created on التاريخ بتاعها، النيم، وهكذا. فأصبح فيه أقدر أحط كل المعلومات الخاصة بملف الكوبي هنا، أقول له create سبريد شيت، بقول له بقى أنا عايزك تعمل في create الكونتاكت والفاسيلتي والفلور والسبيس كله، وده المكان اللي أنت عايزك تسيف فيه. خلينا مثلا نسميه معيس، تمام، سيف، تمام، أقول نيو فايل، فهيبدأ يصدر. طيب خلينا نفتح الملف اللي اسمه يوبيم معايز. طيب خلينا نرجع كده لملف الريفيت، هو تقريبا لسه بيصدر. طيب دلوقتي جاب لي الرسالة دي ان هو كده خلاص خلص، فبيقول لي عايز تفتح الملف، فبقول له اه، فيبدأ يفتح لي ملف الاكسل. هو بس في برامج كتيرة شغالة أوي 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 على الجهاز، ف تقيل يعني. تمام، اه زي ما انت شايف كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عملناها في ثواني. تمام، عمر سليم، رقم التليفون، الايميل، الفاسيلتي، الفلور، السبيس، الزون، التايب، الكومبوننت، السيستم، الاسمبلي، الكونكشن، البار سورس. طبعا الحاجات دي ما بتبقاش موجودة في قلب الريفت اللي هي بار سورس جوب، دي احنا بندخلها. طيب اوكي، خلينا نرجع هنا. هاجي بقى دلوقتي على الادنس واقول له ابلود تو يوبيم، هيقول لي لازم تكون في 3 دي، فاروح لل 3 دي واقول له ابلود تو بيم. هتلاقي هنا عامل هو 3 دي فيو اسمه 3 دي يوبيم، بحيث ان يكون في الاعدادات المظبوطة. فبيقول لي الاكونت، ده الاكونت بتاعي، السايت، البيلدينج، الحاجات دي انا اعملهم على الحساب بتاعي. هنشوف نعملهم ازاي يعني. في خطوه قبل ما الرساله دي تيجي، دخلت على الموقع وظبطتها. فبيقول لي اعمل ابلود للفايل كوبي، ولا عايز سامبل اكسل، ولا سكادول. اقول له براوس وابدا اختار الملف اللي هو المفروض معاز، بس خليني لسبب ما هختار دوت مش اللي غلط، بس حاسس ان في حاجه مطلوبه مني يبقى بنفس الاسم نفس كذا، واقول له اوكي. وبعد كده اقول له نيكست، بقول له ابلود ال 3 دي جيومتري، نيكست. وبعد كده ببدا اختار الملفات اللي انا عايز اعمل لها ابديت، ابلود اهو، نيكست. فبيقول لي الحساب اهوت، السايت، البيلدينج، الكوبي، واقول له ابلود، فهو بيبدا يعمل ابلود. طيب على ما يعمل ابلود مع نفسه، خليني اروح هنا كده للموقع اللي هو اليوبيم، اقول له انا عايز اشوف الحاجات التو دي. هو موقع سهل جدا يعني، تمام، هيبدا يجيب لك لوح التو دي. هتلاقي هنا ممكن يكون عندك اكتر من سايت يبدا يجيبهم لك، ممكن هنا تبقى عندك اكتر من مبنى يبدا يجيبهم لك برضو. الفلورس ممكن المبنى ده يكون مقص الاكثر من دور، في ناس تقول لك انا هعمله دور واحد عشان بتعب في السلالم وبتاع،
يقعد يعمل حسابات للسلام يخليها دلوقتي خلاص. تمام طيب اهوت خليها اول سايت. الفلور هقول له هات لي التو فوتنج. بيقول لي ارفع الصورة ممكن يكون انا لسه ما رفعتهاش. وهنا دي الاسيتس اللي هي الاصول بتاعة المشروع. هنشوف ازاي نتعامل معاها بشكل قوي بحيث ان يبقى فيه تكليف ان حد يعمل صيانة لحاجة معينة. تمام دي المكنة اللي انا اخترتها فهقول له عايز اشوفها وممكن ندوس ورك اوردر فيبدا يجيب لي ابعت حد يروح يصلح حاجه معينه. طيب هنا دي المكان ديت موجوده في السايت دوت في البيلدينج دوت في الدور دوت في الغرفه ديت. تمام تقدر تشوفها في 2 دي او في 3 دي. بيجيب لي هنا بعض الادوات اللي تساعدني ان انا اشوف الحاجه بشكل قوي. عندي هي دي لو انا عايز اعمل ورك اوردر. يعني ايه ورك اوردر؟ تعالى نعمل ورك اوردر. يعني في مكنه مثلا المفروض تعمل لها صيانه معينه حاجه زي كده. فبدخل هنا واقول له انا عايز اعمل صيانه للمكنه دي بتاريخ كذا بتاريخ كذا وادي له المعلومات كلها اللي انا ممكن احتاجها. ممكن اكتب بقى وبعد كده اقول له كريت اقول له مثلا فيكس ماشي. وهنا اسم المكنه وفين وكل تفصيل الموجوده وهنا الاليمنت وهنا التايب. ممكن اقول له ورك اوردر لكل المكن اللي من النوع دوت نوع الورك اوردر البريوريتي هاي اليوزر عمر سليم التاريخ بحدد بقى التواريخ. ريبيت ممكن تبقى مثلا مرة كل شهر. اليونت امتلي لحد مثلا امتى؟ لحد 2017 2050 مثلا زي ما انت عايز. الكويك ليست فورمات طيب في الاخر بتقول له كرييت اند اتاش دوكمنت. ابدأ تعمل وفي ملف انا عايزك تحمله معاك. تمام فبيقول لي يلا اديني بقى الملف اللي انت عايز تحمله في قلب الامر دوت. لسه هتحمل فأنا عايز أحمل صورة معينة أو ملف بي دي إف أو أي ملف كتابي. طيب خليني مثلا أحمل كتاب معين أو صورة معينة. خليني أحمل الصورة ديت. بيقول اختار التايب بتاعها. خلاص حملت بحيث اللي بيصلح حاجة هتجيله معلومات كتاب وتجيله تواريخ الصيانة ودوكومنتس وكل المعلومات اللي هو ممكن يحتاجها عشان يصلح الحاجات دي. تمام طيب هنا الاسس تقدر تشوف كل المكن اللي موجود اهوت دور وميكانيكال اكيوبمنت والحاجات دي كلها واي واحدة فيهم هتعمل لها اساين لتاج معين. نشوف ازاي نعملها ازاي نعمل تاج اصلا. دي كل المعلومات على المكنة. ممكن تيجي هنا تعرف الداتا هنا التايب داتا هنا الورك اوردر تبدأ تربط بها بورك اوردر. دي الورك اوردر المفروض انها تصلح مثلا. دوكومنتس تبدأ ترفع صورة معينة بارتس الأجزاء اللي فيها. طيب هنا عايز أضيف تاج بقول مثلا مينتيننس. طيب ايه فكرة التاجات دي هنشوفها برضو مع بعض وهنشوف ازاي تعمل سايت جديد وازاي تعمل بيلدينج وازاي تعمل
فلورس والحاجات دي كلها. طيب اجي هنا في الاي ام واقول له هنا ده اكونت، ضغط اضيف اكونت ايميل لحد تاني سايت. تمام، ممكن اضيف سايت جديد، يبقى عندي 2 سايت، سايت 2، واقول له كرييت، فانا يبقى عندي كده سايت. السايت الجديد ده ممكن تعمل له سايت ماب، فبترفع خريطة معينة. تمام، إذا ترفع خريطة معينة زي ما أنا عملت في السايت 1. طيب ممكن بعد كده تخش بقى بعد ما عملت سايت تقول له بيلدينج، فيقول لك إن في بيلدينج واحد، فتقول له أنا عايز أضيف بيلدينج، فتبدأ تحدد بقى الاسم وهيبقى موجود في أي سايت، الفلورس، الأدوار اللي موجودة، سيستمز اللي موجودة. تمام، اكسبورت لو انت عايز بقى تصدر ملف ال XML هصدره مثلا بال UPIM. تمام، اكسترنال واقول له اكسبورت كوبي دوت اكسل، هيبعت لي على الايميل ملف XLS، ملف اكسل. طيب بعد كده الحاجات الخاصة بال الورك اوردر. طيب هنا لو انا عايز اربط، جات لي الايميل اهوت ان في ملف الاكسل واقدر احمله من اليوبي. هنا ببدا اربط الحاجات دي بالملف بجوجل، بالديسكريبت، بايفر نوت، بدي ام اس، كل الحاجات اللي دي تقدر تربط بيها اليوبي. عندي هنا دوكيومنتس ببدا احط انواع منها، التاكس اهيت. طيب ممكن اقول له احط لي ده جديد اهوت، وادي له اسم وادي له لون. تمام، يعني انا هنا عامل 2، وده مثلا تقريبا مدي له لون ازرق. تمام، والتاني مدي له لون احمر، وهكذا. فتقدر تحدد لون زي ما انت عايز. اليوزر تمام ده عمر سليم. تمام، ده هنا بيقول لي ان في حد عمل لك اساين، ان في حاجه المفروض انت تروح تعمل لها صيانه، كانت في مكنه تكييف تقريبا محتاج تعمل لها صيانه. طيب فتقدر تلف كده المبنى، وانا شايف السكند فلور هقول له هات لي كل الفلورز. ممكن تقول له جو هوم. هنا انا عملت كذا فيو، بحس سهل جدا اروح لاي فيو فيهم بالشكل ده. دي فكرة اليوبيم، هو عبارة عن زي فاسيلتي مانجمنت بسيط خالص، مجرد ان انت بتحدد تواريخ للصيانة لكل جزء، وبياخد من البيم، بياخد من حاجات كتيرة مش بس ريفت، بس في برامج كتير من ريفت بيتعامل معاها، وبرضه بيتعامل مع برامج كتير من الفاسيلتي مانجمنت.